لك تضرب فكرتك ابي. طفي الضوء. شو كمان ملاكمة؟ بترجاك بعد من وشي لانه متضايق وماني متحمل اسمع نصايح من حدا. مهند بدي يطلب منك طلب واحد، واذا بدك مستعد اني بوسي ايدك. ايه مؤيد خلص هلا مو وقتك. مهند شش. يوم السبت الجاي لا تروح. ليش بقى؟ انا ناوي اخطب جميله. عنجد؟ اما اخيرا وافقت وحددت لنا هذا الموعد. ايه وانا شو بده ياخذني؟ روح انت واهلك. مهند لو سمحت، هالشي هذا كتير مهم لالي. خلينا نكون عيلة ولو لمرة واحدة. ها؟ وبعدين جميلة اكدت علي مشان تكون موجود. ها؟ ماشي؟ طيب بشي احلى اخ. شكرا. يلا اطلع.